La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimatun haqqa 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi jami'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan la fi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa tanfi lana biha min jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ada darajat untuk berlindung Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma taqabbal wa awsil ma qarna minal qur'anil azim wa mastaghfarna wa ma qarna min kalimatit tauhid. Taqabbal wa awsil hadiyatan wa wasilatan wa rahmatan nazilatan ila hadrati habibina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والحفاظ والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والأرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين وصل إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القاسم الجنيدي البغدادي ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ داود بن النقشبندي ثم إلى حضرة سيدنا أبو الحسن الشابري ووصلهم وفورهم وأهل بيتهم ومشايخهم وإلى حضرة جميع من أهدينا لهم الفاتحة في الأول ثم نخص خصوصا قبل وأوصل إلى جميع إلى أرواح جميع المجاهدين من المسلمين الذين جاهدوا لاستقلال وطننا إندونيسيا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أنزلهم منازل الشهداء واجعل عيشهم في قبورهم عيش السعداء واجعلهم في الجنة مع الأنبياء يا أرحم الراحمين. اللهم يا هادي الضالين ويا أمان الخائفين ويا خير الحافظين احفظنا واحفظ بلدنا إندونيسيا وأهله من كل سوء ومن كل جبار عنيد وأتم علينا نعمة الأمن والآمان يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.